احنا بتوع لعب الاطفال. ايوه حضرتك الدكتور خميس جمعه ابو ثلاثه. نعم حضرتك الدكتور خميس جمعه ابو ثلاثه. ابو ثلاثه ابو ثلاثه يا حبيبي. ثلاثة أربعة خميس جمعة عصر ولم المكسر. إيه؟ عصر ولم المكسر. عصر ولم المكسر؟ في إيه إيه دول يا حبيبي؟ دي شوية لعبة. أنت مين الأول؟ أنا مندوب لعب محلات الطفل المعجزة. طفل المعجزة؟ يعني أنت مش طفل؟ لا أنا المعجزة نفسها. عصر بقى ولم المكسر. هات من الاخر. ايه ولم؟ حاضر حاضر، انا اليوم مش فات. ايه دول يا حبيبي؟ شويه لعب اطفال؟ اه. مين اللي بعتهم؟ الله اعلم. ممكن تدي لي فتره؟ هات يا حبيبي امضي لك. لازم الزلازي. ايه؟ لازم الزلازي. زلازي؟ زلازي. ايه حكايه الحروف؟ اصلا ولم وخسر. حاضر يا حبيبي، اسم الثلاثي خميس جمعه ابو ثلاث. شكرا. ميرسي يا حبيبي. ميرسي بازيز. ايه؟ تيبس. بازيز تيبس. اه انا اسف حبيبي، الواحد اصلا دماغه ما الفكه كلها اللي عندي خلصت. معلش. انت على البلاطه؟ حاليا على البلاطه. محر يعني. بايه؟ محر. محر. غلط فزوره. انت روش بصراحه بقى. غلط فزوره. اه فزوره؟ اه عرفت تحلها؟ مش هاخد تيبس. معرفتش هاخد تيبس. وتقصر بقى وتجيب لي الاخر. انت كن لم المكسر وقول لي الفزوره ايه. ماشي. ايه الفرق ما بين الكمبيوتر والحفر؟ يلا يابا بقى. الكمبيوتر والحفره؟ اه. الكمبيوتر فيه انترنت، الحفره فيها حفره نت. غلط. الحفره بوظت الكمبيوتر. غلط. الكمبيوتر وقع في الحفره. غلط. امال ايه يا حسين يا فهمي بقى؟ ايه الحكايه؟ الكمبيوتر حاسب آلي والحفرة حاسب لا طاقة. يا ولا مية مية. انت قلتها صح، وانا المرة الجاية والله لا ادي لك بشيش لانك ولا تمور وتجنن. ناس جلدة. ايه؟ وحارة. ناس جلدة؟ سبحان الله، الواد زي العفريت.